물어보겠지? 나는 좀 마지막에 물어. 예. 얘들. Das Bein, Bein, das ist okay. Das ist okay. الاورال ميوكس ممبرين ده بتاع الفم، هنشوفه ان شاء الله واحنا بنفتح الايه الفم سواء بالايد او بالجاج. ده سهل خالص، هنشوفه ان شاء الله رب العالمين. اسهل ميوكس ممبرين انت بتشوفه زي ما انت شفت كده بتاع الايه بتاع الاي او الاوكلر ميوكس ممبرين، خلاص لقيناه لونه بينكينج كلر، يبقى البقره دي انهيلز. نيجي على الخطوه الثانيه الدايجيشن والابيتايت، بتاكل البقره ولا ما بتاكلش؟ تمام، بسأل الراجل البقره بتاعتك بتاكل، بقول له ايوه بتاكل، طب هل يا ترى بتستفيد بالاكل ولا لا؟ هنشوف الفيكال مطر. شكرا يا رب. هنشوف الفيكال مطر، لو الفيكال مطر بتاعتها سوفت كيك يبقى هي كده بتستفيد بالايه؟ بالاكل. لقيت فيها انتاكت جرينز او لقيت فيها اي مشاكل غير طبيعيه يبقى كده في مشكله في الدايجيشن. طيب احنا نستنى لحد اخر السكشن كده، يمكن ربنا يتم الدوكيشن ولا حاجه، نشوف كده ايه الكلام ده. اصل الحاجات دي رزق زي ما انتوا عارفين. نيجي بعد كده على الكونديشن اوف اكسترنال كور. زي ما احنا شايفين البقره كده تمام، كل الجسم بتاعها ما فيهوش حته، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش شعر. يبقى كده الاكسترنال كور بتاعها سليم. ان شاء الله لما نجيب الحمار دلوقتي ونشوفه هنلاقي فيه اماكن ما فيهاش شعر. نعم. لا دي ديتاتشد هير تمام من الفيكا المطر اللي ماسك. لكن الوضع العادي هو اللي قدامك، مفيش اي مشكله خالص. تمام؟ ماشي يا شباب؟ نيجي على الخطوه اللي بعد كده. الاكتيفيتي اند برودكتيفيتي. احسن اكتيفيتي اقدر اشوفها في البقره هي الرومينيشن. طب هحكم منين عن ان البقره دي بتعمل رومينيشن او ما بتعملش؟ ها؟ المويستد مازل. المازل عليها ديو دروبس اوف ووتر موجوده؟ ايوه، يبقى البقره دي كانت بتعمل ايه؟ رومينيشن. مش لازم اشوفها وهي بتعمل، مش ده اللي احنا قلناه في التمرين الاولاني يا جماعه؟ ممكن اشوف الديو دروبس اقول اه البقره دي كانت بتعمل رومينيشن قبل كده. طب دي يعني يبقى الاكتيفيتي بتاعتها سليمه. طب البرودكتيفيتي، فالبقره دي بتنتج ايه؟ بتنتج ملك، صح؟ طب اعرف منين ان هي بتنتج ملك كويس؟ اجي وراها كده واقوم قاعد ورا البقره تمام؟ واقوم باصص على الملك فين؟ الله ده فيها ملك فين كبير، ده كويس. ابص على القدر، ده القدر شكله سبونجي تمام؟ انتكتشر ما فيهوش اي جروح، ما فيهوش اي حاجه غير طبيعيه. طب الدليل على كده ان الفور كوارترز ار ايكوال تو ايتش اذر، يعني الاربع ارباع بتوع الايه؟ بتوع القدر كلهم تقريبا قد بعض. اه ده قد بعض يا دكتور تمام؟ طب الفور تيث نيرلي ات ذا سيم ليفل، تقريبا على نفس المستوى. صح؟ فيهم واحد طويل قوي ساقط كده او واحد قصير قوي؟ مفيش، يبقى هم كلهم تقريبا على نفس المستوى. ده السسبنسوري ليجامنت يا دكتور جاي وقاسم القدر نصين اثنين من الخلف، عارفين السسبنسوري ليجامنت؟ اللي بيجي يقسم القدر نصين كده تحس في نص الناحية ونص الناحية. باين ان القدر مقسوم نصين يا دكتور من الخلف؟ باين؟ ايوه باين ان هو مقسوم نصين. يبقى البقره دي از اوف هاي ديري كواليتي، لان القدر بتاعها اوف هاي كواليتي، يبقى الانتاجيه بتاعتها. نعم الملك فين قدامي يا دكتور؟ بتاع الترم الاولاني. الماسوره اللي بتبقى ماشيه يا جماعه في البطن من تحت دي، مش شفتهاش في الترم الاولاني؟ يبقى انا دلوقتي قدرت اقول ان الكاركترز بتاعت الجود ميلك برودكشن كلها موجوده في البقره دي، مع ان ممكن البقره دي يا جماعه تكون ما بتنتجش دلوقتي او لسه محلوبه دلوقتي، صح؟ بس انا من خلال الكاركترز اللي موجوده قدامي اقدر اقول ان هي لو بتنتج لبن هتنتج بكميه ايه؟ كبيره، ما فيهاش اي مشكله او ما فيهاش اي حاجه باينه قدامي من الخارج تقول ان البقره دي وحشه في انتاج اللبن. مظبوط الكلام؟ نيجي بعد كده على اللوكوموتور سيستم اند بوتشر. البقره دي وهي جايه كده وداخله الزناق لانها ماشيه بتعرج تمام، لانها مش قادره تمشي، ولا دخلت الزناقه كويس وتمام التمام وماشيه زي الفل؟ يبقى موفد فريلي، بتمشي كويس. طب ايه الدليل ان هي كانت ماشيه كويس؟ البوتشر بتاعتها وهي واقفه رافعه رجل من على الارض، ولا واقفه بلجها الاربعه وثابته كده
واخده النورمال بوتشر بتاعت البقره، واخده النورمال بوتشر بتاعت البقره او النورمال ستاند، ماشي كده يا شباب؟ طيب الدليل الاكتر من كده، الرجلين فيها اي كيرفتشر؟ فيها حاجه غير طبيعيه في البول؟ مفيش. طب الجوينت فيها انلارجمنت؟ فيها انلارجمنت؟ ما فيهاش اي انلارجمنت، الجوينت كلها واخده الشكل الطبيعي بتاعها وما فيهاش اي مشاكل خالص. يبقى اقدر اقول من خلال المواصفات اللي انا شفتها دي ان الكموشن بتاع البقره ده هي والبوتشر بتاعتها سليمه، يبقى الجهاز العصبي بتاعها او الجهاز اللي هو بتاع الستاندنج ابريتس بتاعها سليم. لما تيجي تمشي وتاكل وتجري وتلعب والكلام من ده مش هيحصل عندها اي مشكله خالص. نيجي بقى لاهم ثلاث حاجات اللي هم البودي تمبريتشر والبالس والايه؟ والريسبيريشن. قلنا اول حاجه بنقيسها في البقره هي مين؟ الريسبيريشن. ليه؟ عشان ما بلمس البقره. ممكن اقيسه منين؟ من خلال حركه الفلانك ريجون. الفلانك ريجون بتتحرك، اهي الفلانك ريجون اهي، سواء كانت ليفت او سواء كانت رايت ناحيتك. بص على الفلانك ريجون كده وشوف بتتحرك ولا لا؟ بتتحرك، كل طالعه كده ونازله يعني كده واحد ريسبيريشن. تعد بقى طالعه ونازله كده اثنين ثلاثه اربعه خمسه، اقعد عد بقى اشوفها كام في الدقيقه، ومنها نقدر نحسب الريسبيراتوري ريت بتاع البقره فين؟ في الدقيقه. طب انا مش قادر اشوف حركه الفلانك ريجون، ابدا اجي احط ايديا قدام المستر بتاع البقره. يا ترى انا حاسس الهواء كده؟ انا حاسس الهواء، تمام؟ يبقى ابدا اعد كده كل ما انا حاسس الهواء، تمام؟ يبقى كده معدل الايه؟ التنفس. مش عارف اجيب المرايه، مش عارف احط ورقه كده قدام نفس الايه؟ البقره، تبدا ايه؟ طير الورقه كده بعيد وتحسب منها معدل الايه؟ التنفس. لكن احسن طريقه هي حركه الايه؟ الفلانك ريجون، تبقى سهله جدا بالنسبه لي. ماشي يا شباب؟ طيب قسنا معدل التنفس من غير ما نلمس البقره وكله تمام التمام. نقيس بعد كده البالس ريت. البالس ريت بتاع البقره بيتقاس منين؟ من الفنترال كوكسيجيال ارتري. فين؟ عند التيل. يسيب تقريبا مقدار قبضه الايد من البيس بتاع التيل اهون. ماشي كده يا جماعه؟ ده الفنترال كوكسيجيال ارتري بيمشي هنا كده تحت. اجي اسيب تقريبا مقدار قبضه الايد كده واقوم ماسك من وراه اهو، وامسك الديل كده واستنى شويه ابدا احس النبض اهو. انا حاسس النبض في الدايه، تمام؟ ابدا اعد بقى اقول اجيب الساعه بتاعتي وابدا اظبط على مثلا من اول 45 ثانيه، تمام؟ وابدا اعد بقى. تبدا حضرتك تعد بقى عدد النبضات في 30 ثانيه مثلا، وبعد كده تضرب في كام؟ في اثنين، يطلع لك عدد النبضات في ايه؟ في الدقيقة. حد عايز يحس الفنترال اوكسجيال ارتري؟ طيب اتفضل. اي زي ما انت عايز. ما يتعرفش. اللي يريحك. يلا يلا. ناخد دم يا دكتور هنا. ايوه. لا ارجع بقى بصي. كده في الخلف خالص. بص يا دكتوره 5 سم. ايوه. وانت كده ماسكه مش ماسكه البنت ولا البارت بتاع التاني. خليك مش ماسكه. بص اهو. نخلي ايدها من الله فوق. ونخلي صباعها. نعم. مش لازم تنفذ دقيقه، بس اهم حاجه ان انت تحسيه. لما تحسيه عد بقى. مش ماسكه كويس. يا دكتور احنا عايزين البار، انت ماسكه كده الدرس البار. يا دكتور اهو بصي اهو. اهم حاجه البنت ولا البار؟ غلط برضه. يا بنت فين يا ده انا احس
مالهم كده يبقى زهره هتموت هتكلم بركة فوتوغرافر.